أسرار جديدة وحقائق جديدة مع ملف اليوم الذي نفتحه في سلسلة حقائق وأسرار الغنوصية. أهلا ومرحبا بكم، لقائي يتجدد معكم أصدقائي. ما هي الغنوصية؟ متى نشأت؟ ما علاقتها بالفكر الفلسفي والفكر الديني على حد سواء؟ تنسب الغنوصية عادة في نشأتها إلى القرن الأول الميلادي في مصر، عندما ظهرت ما يسمى الأفلاطونية المحدثة على يد أفلاطين الإسكندراني. لقد قام بحسب المؤرخين أفلاطين وفيلون الإسكندراني بدمج التعاليم الدينية السماوية سواء كانت يهودية أو مسيحية والتعاليم اليونانية والفلسفات اليونانية، إضافة إلى ما ورثه الشعب والحضارات القديمة من تعاليم نسبت إلى هرمس الهرامسة أو أخنوخ أو هرمس مثلث العظمة. هذه الأقوال وهذه النسبة للغنوصية إلى القرن الأول الميلادي، نسبة ظهورها في القرن الأول الميلادي ليست دقيقة تماما. فما هو معروف أن التعاليم الغنوصية ومبادئها تغوص عميقا في التاريخ البشري وفي تاريخ الحضارة الإنسانية لتشكل القاعدة الأساسية لكثير من العقائد والمذاهب والأديان والفلسفات. وحتى نكون منهجيين أكثر، سأقسم عملي في البحث في موضوع الغنوصية في شقين. الشق الأول هو الشق وثائقي والشق الثاني هو الشق تاريخي، بمعنى أنني سأتناول الغنوصية كما يراها مؤرخو الفكر الإنساني بنسبتها في ظهورها إلى القرن الأول الميلادي، وسأبحث في تلك الوثائق وأكشفها وأظهرها قدر المستطاع طبعا، لأنني أخبركم بسر، لأن هذه الوثائق ستصدر تباعا مطبوعة في سلسلة مؤلفات من تأليفي أنا طبعا عن الفكر الغنوصي وتجسداته في المذاهب الفكرية المختلفة. أما الشق الثاني فهو التنقيب التاريخي للغنوصية وكشف علاقتها بالأفكار والمذاهب الدينية عبر تاريخ الإنسان. وطبعا هذا البحث نادرا ما نجد من يطرقه، كون الوثائق التي بين أيدينا لا تعود إلى ما قبل الفترة الأولى من القرن الأول الميلادي. إذا لو تعاملنا مع النصوص ومع الوثائق سنكتشف ما يلي. تعود تسمية الغنوصية جنوستيسيس إلى الكلمة اليونانية جنوسيس، وهي تعني المعرفة الحدسية الباطنية، أو بلغتنا كما نفهمها اليوم العرفان. والعرفان هو المعرفة الحقيقية واليقينية التي يتلقاها الإنسان بفعل الإشراق أو الحدس أو الإلهام مباشرة من الملأ الأعلى. إذن العارفون هم الغنوصيون الذين يتواصلون مع الحقيقة الكلية عن طريق بصيرتهم الداخلية، أما باقي الناس فهؤلاء من غير العارفين يتوقفون في الحقائق على ما ورد إليهم من ظاهر التعاليم الدينية. إذن بداية بالنسبة للغنوصيين، هم يميزون في الدين بين المعرفة الإشراقية والنور والحقيقة التي لا يمكن أن يصل إليها إلا أناس محددون، وبين تعليم ظاهرة متاحة لكل الناس. نجد التعليم الغنوصية مبثوثة في 18 رسالة تمثل
الغنوصية الأولى صاغها عدد من المؤلفين مجهولون ينتمون إلى أخوية روحية قديمة. يظهر في هذه الرسائل الهرمسية نسبة إلى هرمس الهرامسة أو هرمس مثلث العظمة عدد من الأفكار المؤسسة للغنوصية، أهمها مثنوية الإنسان، أي أنه مؤلف من جسد وروح يمثل بجزئه المادي كل ما هو مظلم وفاني، ويمثل بعقله والذي يتطابق مع الروح كل ما هو نوراني وحقيقي وخالد، وهو يقود في النهاية إلى الخلاص من سجن المادة، وتجسد فعالياته سعي الروح إلى الانعتاق ودعوتها إلى العوالم النورانية العليا، إلى الله الذي تدعوه هذه النصوص بالأب الكلي. في الفترة المبكرة لانتشار المسيحية في مصر وبلدان الهلال الخصيب أي بلدان سوريا، تحولت جماعات غنوصية عديدة إلى المسيحية، ونتج عن ذلك تيار مسيحي غنوصي عبر عن عقيدته عن طريق أدبيات غنوصية غزيرة، بينها أناجيل صنفت بعد ذلك بين الأناجيل المنحولة، وسنأتي على ذكرها في لقاءات أخرى إن شاء الله. أبرز ما ركز عليه المسيحيون الغنوصيون أن المسيح ليس وسيطا للخلاص، بل هو رمز لمعرفة الحقيقة بالكدح الشخصي. في إنجيل توما الغنوصي نجد عبارة: هنالك نور داخل إنسان النور من شأنه أن يضيء العالم، ولكن إذا لم يضئ فلا شيء سوى الظلمة. وهنا نأتي إلى فكرة الغنوصية الأولى في تفسير نشأة الكون، والتي تقول أن في البدء لم يكن هنالك شيء، كان هنالك العدم، ومن الظلام انبثق النور. ولهذا فإن العالم يقوم على ثنائية الظلام والنور، وهما في صراع أبدي. النور يشد باتجاه الوجود، والظلام يشد باتجاه العدم. ومن هنا نتج ما يسمى الحالة الإيجابية والحالة السلبية، والتي تشكل أساس الموجودات. هذه الثنائية نجد أثرها مبثوثا في كل الفلسفات وفي كل الأديان على السواء، سواء كانت سماوية أو غير سماوية. من هنا لابد من القول أن الفكر الغنوصي من أخطر الأفكار أو المذاهب الفكرية التي عرفها التاريخ البشري، ليس لأنه بحد ذاته هو فكر يحمل الشر والخطر للبشر، وإنما الخطورة تكون في استعمال البشر لتلك الأفكار واستغلالها فيما يفيد أفكارهم أو دوغمائياتهم أو أيديولوجياتهم هم. وكل ما كتب حول الغنوصية لا يعبر عن الغنوصية بالضبط، إنما يعبر عن فهم بسيط أو جزئي لهذا الفكر الذي يغوص عميقا في التاريخ الحضاري للإنسان. فالغنوصي لا يكتب، وإنما يلقن الأفكار عنده تفقد حريتها عندما تكتب، ولهذا يمنع الغنوصيون الكتابة، كتابة أفكارهم، لأن الأفكار عندما تكتب تقيد، وعندما تقيد لا تتطور. وهنا تأتي الخطورة الثانية للفكر الغنوصي، لأن التعاليم الشفهية تقبل التحريف بشكل كبير، والتعديل والحذف والإضافة إلى آخره، معها تفقد الأصالة والبراءة الفكرية الأولى. تركز الغنوصية على
مسألة الشعور وعلى الأحاسيس. فالإنسان الغنوصي هو ذلك الإنسان ذو المشاعر المتقدة والأحاسيس الرهيفة التي يمكنها أن تتصل بالعالم، أن تنصت إلى العالم الكلي، إلى العقل الكلي، إلى الوعي الكلي. العالم بالنسبة للغنوصية ذو عقل، ذو وعي، ووحده الغنوصي بطريق وعيه يستطيع أن ينصت إلى كلام أو إلى قول ذلك الوعي ويتلقى منه العرفان. تشدد الغنوصية على العلاقة المباشرة بين الموجودات عن طريق ذلك الشعور وذلك الإحساس، ولذلك لا يمكن أن نصنف الغنوصية بأنها معتقد أو فلسفة، فهي على العموم ضد كل أشكال الأديان. لهذا يعتمد الغنوصيون السرانية لكتمان التعاليم والطريق الموصل إلى الخلاص، إلى الاستنارة، وإليها تنسب كل حركات التحرر التي ظهرت عبر التاريخ، مثل حركات أخوان الصفا، حركات الماسونية، الصهيونية، الحركات والفرق الشيعية، وأيضا المذاهب الصوفية. فالغنوصية لا تؤمن بالوحي ولا بالشيطان، وتعتبر أن الإنسان وحده هو صانع فكرة الخير وفكرة الشر بمقدار ما يستطيع الفهم والاستيعاب واليقظة من الغفلة ومن الجهل. وهكذا فإن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل وليس إلى الخطيئة الأصلية كما هو معروف في المسيحية. فالبشر في هذه الحياة هم في حالة نسيان وغفلة وعدم إحساس بذواتهم الحقيقية، والسعي نحو الاستنارة يتطلب الكفاح ضد مقاومة داخلية هي أشبه بالرغبة في البقاء على حال النوم ورفض الصحو. كيف ينشر الغنوصيون أفكارهم وكيف يستقطبون الناس؟ يتبع الغنوصيون طرقا عديدة في جذب المؤيدين أو المعتنقين لأفكارهم، نذكر منها البعض وليس الكل. كل الأساليب وكل الحيل وكل الحقائق كما وعدتكم هي مذكورة في سلسلة الكتب التي ستنشر تباعا، وسأنبئكم بموعد النشر عندما يكون جاهزا. أول تلك الحيل التفرس. يتميز الغنوصي بتمكنه من علم الفراسة، يستطيع أن يميز الداعي منهم، من يمكنه استدراجه، وله القدرة على الإقناع بأن للنصوص الدينية ظاهرا وباطنا، وأن يأتي كل واحد بما يوافق مزاجه وعقله. ثانيا التأنيس. يجتهد الداعي في التقرب من المدعو والتنسك والتعبد أمامه والتبشير بقرب الفرج. ثالثا التشكيك. يجتهد الداعي في تغيير معتقد المدعو المستجيب بالأسئلة عن الحكمة من الشرائع وغوامض المسائل والمتشابه وأسرار الأرقام في آيات القرآن. رابعا التعليق. بطي سر الشكوك المثارة والإيهام بكتمان حقيقتها عن الغير، فلا بد من عهود توثيق للمريد كيما يطالع بها ثم يترك معلقا. خامسا الربط بالأيمان المغلظة والجهود المؤكدة لدرجة الإرهاب الفكري فلا يجسر على المخالفة. سادسا التدليس. بالتدرج في بث الأسرار بعد الربط، فيعرض عليه المذهب شيئا فشيئا ويوهم أن لهم أتباعا كثيرين لا يمكن إطلاعه عليهم، كيما يستأنس
وقد يسمون له بعض المرموقين من أهل العلم أو السلطان، لكن في بلاد بعيدة لا يمكنه مراجعتهم لبعدهم. سابعاً، التلبيس بالاتفاق على بعض القواعد والمسلمات البديهية، ثم يستدرج إلى نتائج باطلة لا يعي بطلانها لتسليمه القيادة للداعي. أنتقل معكم الآن إلى النصوص والوثائق والمستندات. كما وعدتكم في البداية أن شرحي لهذا المذهب يعتمد على الوثائق، على ما وردني من وثائق وما استطعت الحصول عليه. أبدأ في نص موجود في كتاب إنجيل الحقيقة للمعلم فالنتينوس، يقول: إن الوجود أشبه بالكابوس، فالنائم يرى أحيانا أنه يسقط من جبل، أو تطارده الوحوش المفترسة، أو يلاحقه قاتل، أو يطير في الهواء بغير جناح، ولكنه حين يستيقظ من نومه يتلاشى كل ذلك. وهذا هو حال أهل العرفان الذين تخلصوا من جهلهم مثلما يتخلص النائم من كابوسه، تاركين حياة الجهل مثلما يترك من أفاق من نومه لليل أحلامه وكوابيسه، مقبلين على عالم جديد يتلاشى فيه الجهل مثلما يتلاشى الظلام أمام نور الصباح. إذن في هذا النص نستطيع أن نكتشف أن الغنوصيون أو أن الغنوصيين يشبهون الناس في الوجود كالنائمين، يعيشون كوابيسهم، كل يعيش كابوسه الخاص، وفي لحظة ما يتلاشى كل ذلك حين يستيقظ الإنسان، أي حين تكشف له الحقائق عن طريق استيقاظه الروحي ويقظته الروحية وصحوته الروحية، فيترك كابوسه إلى عالم كله نور. وكما نستيقظ صباحا على إشعاع نور الصباح، وهي بهذا المعنى إشراقية، أي تشرق الحقائق في النفوس كإشراقة الصباح في ليل الظلمة. في نص آخر للمعلم سيلفانوس نجده يقول: قم من هذا النوم الذي يثقل عليك، قم من هذا النوم الذي يثقل عليك، أصح من الغفلة التي تملأك بالظلام. لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح لك؟ الحكمة تناديك ولكنك تطلب الحماقة. الإنسان الأحمق يتبع طريق الرغبات والشهوات ويغرق في مستنقعها. إنه مثل سفينة جانحة تدفعها الرياح في كل اتجاه، أو مثل حصان جامح بلا فارس يحتاج لجاما هو الرشد. قبل كل شيء اعرف نفسك، اعتمد على مرشدك الذي هو العقل ومعلمك الذي هو الرشد. عش وفق ما يمليه عليك عقلك، اكتسب القوة لأن العقل القوي أنر عقلك، أشعل النور في داخلك، اقرأ على باب ذاتك وامشي عليها كما تمشي على درب مستقيم وممهد، فإذا مشيت في هذا الدرب فلن تضل أبدا. إذن نجد هنا شرح لمعنى الظلام والنور الذي يسبح فيهما الإنسان. فالحكمة هي التي تدعونا إلى ترك بحر الظلام، إلى الرشد، إلى الوعي، إلى الإنارة، إلى الاستنارة، فنكتسب بذلك القوة لأن العقل القوي هو العقل المستنير. إذن الغنوصية هي معتقد خلاص، وكل مفاهيمها وتصوراتها الكونية تتلخص أخيرا في مفهوم واحد عبر التحرر والانعتاق. لكن الخلاص الغنوصي لن يأتي عن طريق العبادات الشكلية والطقوس إذا لم تترافق مع المعرفة وتكون مقدمة له. إن الصراع الرئيسي
الذي يخوضه الإنسان هو صراع بين المعرفة التي تقود إلى الخلاص وبين الجهل الذي يقيه في دورة الميلاد والموت في إشارة منهم إلى التقمص وتناسخ الأرواح. كلما بلي جسمه وآل إلى الفناء تقمصت روحه جسدا آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية إن هي لم تفلح في الانعتاق. من هنا الحكمة القديمة المنقوش على جدار معبد ديلفي في اليونان والمؤلفة من كلمتين هما اعرف نفسك، تتخذ أهمية مركزية في كل النظم القائمة على المعرفة. فقد استخدمتها الأفلاطونية المحدثة وفسرتها بمعرفة النفس الإلهية في داخل الإنسان، كذلك الهرمسية التي نقرأ في إحدى رسائلها إن الله الآب الذي جاء منه الإنسان هو نور وحياة. فإذا عرفت أنه نور وحياة وأنك صدرت عنه فسوف تستعاد إلى الحياة مرة أخرى. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، انتظروني في لقاءات أخرى إن شاء الله.